للاطمئنان بشكل أكبر على حالة منتخبنا الوطني، بنروح سريعا لمقر إقامة معسكر منتخبنا في القاهرة مع زميلنا أحمد المسيري في ضيافته المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخبنا الوطني. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح النور يا مريهان، برحب بيكي وبرحب بكريم وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورت في كل مكان، من هنا من مقر إقامة بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم خلال معسكر التدريبي قبل بداية أو ضربة البداية مع منتخب زيمبابوي. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخبنا الوطني. باشمهندس، في البداية برحب بيك على شاشة تايم سبورت، وطمنا عن آخر استعدادات المنتخب لمباراة زيمبابوي. ممكن علي شوية يا جماعة نسمع؟ الحمد لله، احنا يمكن امبارح كان آخر يوم في المعسكر الإعداد في برج العرب، كان في بعد التمرين بعد وجبة الغداء المستر جيري سمح للاعيب ان هم ياخدوا فترة راحة كده حوالي 4-5-6 ساعات بحد اقصى يعني على العودة ان شاء الله. رجعنا ان شاء الله على الفندق الاقامة. خلاص النهاردة اول يوم في ترتيبات لمباراة زيمبابوي، في النهاردة الجيم الفترة الصباحية التدريب، في ان شاء الله التدريب مساء ان شاء الله الساعة 8 على استاد الكلية الحربية. بالنسبة للترتيبات خلاص يعني زي ما انت عارف خلاص انت داخل على المباراة الافتتاح ان شاء الله، في متابعة من الجهاز الفني لجميع اللاعبين للأمور الفنية. الحمد لله الأمور الإدارية الحمد لله الأمور تمام يعني الحمد لله. باشمهندس، عايزين نطمن عن حاله وليد سليمان بعد الاشاعه اللي اجراها ولم يشارك في تمرين اللي تم برج العرب الامس. بالظبط، هو وليد سليمان كان واخد كدمه جامده شويه يعني يمكن ترى ضرب شويه في المباراه الوديه دي، لكن عملنا اشعه الحمد لله اطمنا على الاشعه ما فيش حاجه، لسه كان في وجع امبارح ان شاء الله احتمال يشارك النهارده في التمرين ان شاء الله. مباراه زيمبابوي وتنزانيا الوديه، هل وصل لكم التقرير بشان هذه المباراه؟ لا احنا كنا هناك. لا يعني كان في ترتيبات، هو كان مباراه كانت في القاهره احنا في برج العرب الحمد لله يعني غطيناها. يعني شايف ان ضربه البدايه هتكون مهمه في خاصه في وهي البدايه لمنتخبنا الوطني في هذه البطوله؟ طبعا صعبه، يعني طبعا صعبه البطوله في القاهره، البطوله فوز جميل في استاد القاهره، الولاد متحمسين جدا طبعا عايزين يعملوا حاجه حلوه وان شاء الله تكون بدايه كويسه ان شاء الله. شكرا لك يا باشمهندس التوفيق. شكرا جدا، شكرا. اذا ده كان لقائنا مع المهندس ايهاب لهيطه مدير منتخبنا الوطني من داخل مقر اقامه بعثه منتخبنا الوطني، والان الكلمه لك يا مريهان انت وكريم. زميلي العزيز احمد المسيري بشكرك شكرا جزيلا، اللقاء مهم مع المهندس ايهاب لهيطه صباح اليوم في معسكر المنتخب الوطني في القاهره، شكرا جزيلا يا احمد. طيب اعتقد ان كابتن ايهاب تحسيه مرتاح نفسيا. أيوة. معنويا، وهو ده اللي بيحاول يوصله لنا كمان، انه مفيش ضغط، في هدوء بين اللاعبين وبين الجهاز الفني، واعتقد ان دي حاجه عظيمه جدا. دي حاجه عظيمه، وكمان شفنا اهم حاجه اللي هي السيطره على المعسكر، عندك نجوم كتيره، عندك جمهور اكيد كتير، وكل حابب ان هو اللي يقدر ياخد صوره، اللي يقدر يكون متواجد، اللي يقدر يقابل حد من الوجوه اللي بيامل اكيد ان هو يتصور معاه، ولكن تحس ان بشكل عام في هدوء داخل المعسكر، في هدوء داخل فندق الاقامه، وهو ده المطلوب، التركيز يكون على كل الاصعده. بالتاكيد يا مريم، وطمن كمان على وليد سليمان، وده اهم بالظبط يعني ان شاء الله. اتصاب في المباراه الماضيه وقال لك خد ضرب كتير جدا، بس وليد سليمان لعيب راجل يعني لعيب يقدر يستحمل المواجهات دي. ده بكل تاكيد.